اهلا بكم مجددا. رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك التزام الحكومه الانتقاليه بتوفير الدعم والسندي اللازمين للجنه التحقيق في احداث فض اعتصام القياده واعتصامات الولايات لاستكمال عملها في اسرع وقت ممكن. والتقى حمدوك بمكتبه برئاسه مجلس الوزراء رئيس اللجنه الوطنيه المستقله للتحقيق في فض الاعتصام دكتور نبيل اديب بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف. واستمع دكتور حمدوك إلى تقرير حول أداء اللجنة ووقف على الجهد المبذول للانتهاء من جمع البيانات والأدلة اللازمة لتحليلها وفحصها وضمان إجراء التحقيقات بنزاهة وحيادية واستقلالية. ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اجتماع المجلس الأعلى للسلام بكامل عضوياته. وقال الدكتور سليمان الدبلو رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي إن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو المتوقع انطلاقها في 26 من الشهر الجاري بجوبة. وأضاف الدبلو أن الاجتماع تطرق لموضوع شرق السودان واستمع لشرح مفصل من الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة. وقال إن الاجتماع ناقش مسألة تعيين الولاة في دارفور والنيل الأزرق لافتا إلى أنه ستتم دعوة مجلس الشركاء لانعقاد اليوم لحسم تعيين الولاة. أكد مدير النقل والبترول بولاية الخرطوم جمال حسن الصادق باستقرار وضع المشتقات النفطية لتغطية حاجة القطاعات المستحقة. أكد الصادق بحسب تصريحات صحفية عدم وجود مشكلات سوى انتظام الامتداد أحيانا، وأشار إلى نجاح تجربة النظام الإلكتروني في ضبط وتوزيع الجازولين لقطاعات المواصلات والباصات السفرية واللواري والشاحنات بجانب القطاعات المستحقة الأخرى كالمياه والكهرباء، لافتا إلى توفر الجازولين للقطاع الزراعي. رياضيا، فاز المريخ العاصمي على الهلال بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الجوهرة الزرقاء. نالهما اللاعب سيف تيري. بهذه النتيجة ارتفع المريخ بنقاطه إلى 34 نقطة مستردا الصدارة من الهلال بالمواجهات المباشرة. توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بجائزة هداف الدوري الإيطالي لموسم 2021، وأنهى رونالدو الموسم برصيد 29 هدفا وقع عليها في 33 مباراة. هذه المرة الأولى التي يفوز فيها اللاعب من اليوفي بجائزة هداف الدوري منذ فوز ألكساندرو ديل بيرو موسم 2007-2008، علما أن رونالدو بات الأول للاعب البرتغالي يفوز بهذه الجائزة. وبات رونالدو بحسب عدد من وسائل الإعلام اللاعب الوحيد الذي توج بجائزة الهداف في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي. وحل البلجيكي روميلو لوكاكو الفائز مع فريقه إنتر ميلان بلقب الدوري في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا سجلها في 36 مباراة خاضها هذا الموسم. نهاية الأخبار، عودة إليك الزميلة معزة لمتابعة ما تبقى من موضوعات في هذا الصباح. إليك.